حبيبي لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع صحيحه مزيان، اموركم هانيه، كلشي لاباس، كلشي بخير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي درتو بعدا؟ كي درتو مع الصهوده؟ صعب شي، حنا عندنا المود ديال الصهد، ولكن تنشوفو تنعيا وتنقولو اللي جاب وقته ما يتلام. ايوا والله الله يدير شي تاويل ديال الخير، هذا هو اللي كاين. كما كتشوفوا اليوم كنطحنوا في لونسيلاج وبغينا نوجدوها، وانا نقول علاش لا ما نديرش لكم واحد الفيديو باش تاخذوا فكره على كيفاش تخمروا لونسيلاج، وخصوصا للناس اللي مساكن جداد والناس اللي ما عندهمش فكره على لونسيلاج وكيضطر انه يشريها وكيقدر يجيبها في الخيش. وحنا كنعرفوا الخيش كل مره السلعه كيفاش كتجيك، باش نكونوا واقعيين وصراحة مع بعضياتنا. مره كتجيك سلعه مزيانه، مره كتجيك عيانه، مره كتجيك توجيهه مزيانه والبستان عيان، على حسب مع من تلاقيتي. وتقدر تجيك سلعه مزيانه ولا شتي واحد الكونتيتي كثيره، كميه اللي كثيره تقدر تفسد لك يعني عندك انت بكثرة ما كتكون في واحد البلاصة كتجمع عليها الطوبان، الفيران، الكلاب حشاكم، يعني كتقب ديك الخيشة، كتقب الميكا، يعني كتفسد ديك لونسيلاج. كتكون شاريها فيكا كيولي تولي ليك النص ديالو، كيولي ليك الثمن طالع. يعني اليوم هاد الطريقة اللي كتخدم بيها بصراحة وكتعطيك مزيانة وعلى حساب، وخصوصا الناس اللي كيبغيو يشريو لونسيلاج اللي ما عندوش كيفاش يصيبها عنده وكيبغي يشريها، راه عندك الطريقة المستاهلة. تقدر تشريها واقفة وتحصدها على يدك، ولكن تصيدها بهاد الطريقة ديال السيلون. وعلاش درت هاد الفيديو؟ بصح الناس اللي مثلا كيسمعو السيلونات كيقولك غادي ندير حفرة أولا غنبني، يعني هادشي مكاينش. دابا الحمد لله راه ولات الأمور غادي وكتطور. كما كنعرفو بلي بزاف الناس كانوا كيبنيو لي سيلون وكيديرو حفاري كبار وكيديرو، دابا لا، دابا الحمد لله ساهلة القضية، غير لتبعتو النصائح وتبعتو الإرشادات راه تكونو بخير. أول حاجة تشوف واحد البلاصة عندك في الأرض ديالك، يعني واحد المساحة، تشوف على حساب الطوناج لي غتشريتها، وتشوف واحد المساحة وغادي تقادها بالتراكتور مزيان، غتنقيها وغتفرش وغتاخد شي ميكا غتفرشها. فلا تكون ديك الميكا واخا تكون مقطعة ماشي مشكل، يعني تكون مستعملة ماشي مشكل. لا ما عندكش الميكا شوف التبن، الا عندك التبن واخا يكون حتى هو مستعمل ماشي مشكل، المهم غير التفريشة الاولى. غادي تفرش لونسيلا تفرش التبن وغتبدا تجيب لونسيلاج ديالك، يعني داك لونسيلاج اللي مشيتي نتا وشريتيها وخدتيها على يدك وعجباتك الكاليتي ديالها طلعت لك بواحد الثمن مزيان وغطلع لك مزيان، حيت الا شريتيها وخدتيها ماشي هي جاتك في الخيش، يعني راه كل حاجه عندها يعني الثمن ديالها. وغتشريها وتشريها على يدك، غتجيبها غتبدا تجيب انت تطحن وكتجيب كتخوي كما هاد الطريقه اللي كتشوفوا دابا. دابا حنا كنجيبو وكنخويو والتراكتور كيدير، انت كتجيب وكتخوي والتراكتور كيدير. قد ما درتي لونسيلاج تقادات قد ما مزيان، وقد ما درتي هاد الطريقه ديال البلاستيك قد ما مزيان، يعني الطريقه اللي ساهله راه ما فيهاش شي مشكل اللي كبير ولا، الطريقه اللي ساهله طحنها شي سلعه من عند اللي بغيتي وتختارها بطريقتك ومن عند اللي بغيتي تشوفو، وغادي تطحنها على يدك وغادي تجيبها ما غادي تخرجنا خارج من خارج بعضها يكون جديد، يعني داك البلاستيك ما تكون فيه حتى شي تقبع باش ما يدخلش من داخل ديك لونسيلاج وتسد، يعني حتى هاديك ربعين يوم هاديك لونسيلاج ملي كتكون نقية وكتكون في الميكا حتى هي نقية، يعني تتكون الجودة والكاليتي مزيان، يعني في التخمير في هاديك ربعين يوم ملي تدخل للرانة ديالك وتكون عندك الأمور بخير. كما كتشوفو هانجا دابا راه حنا درنا الرانة الأولى، الحفرة الأولى ديال لونسيلاج دكيناها قديناها وعاودنا درنا البلاستيك، ودابا حنا كنديرو التراب فوق منها كنتقلوها. بغيتي دير التراب دير، بغيتي دير التبان ودير الروايد ودير لي عندك ماشي مشكل، كل واحد عنده، غير المهم تقل ديك لونسيلاج مزيان باش قد ما تقلات وقد ما تعصرات قد ما داك الما
كيهبط منا وحرصوا على واحد القضيه اللي هي السوادي، السوادي في الجناب ضروري. علاش؟ هذيك الماء اللي كتخرج من لونسيلاج ما خاصهاش تبقى في لونسيلاج، خاصها ضروري تخرج من لونسيلاج باش تستافد انت من لونسيلاج ديالك وتخمر كاليتي مزيانه، وحتى داك الماء ما يديرش لك مشاكل من بعد القطيع ديالك. راه طريقه اللي سهله يا اخواني، هانتوما كتشوفوا يعني غير بلاستيك او التبن، وكتبدا تكب وكتقاد لونسيلاج، ولونسيلاج كتجي وانت كتدب صافي وكتغطي، احسن من انك تشري الخيش وتقام عليك غاليه والترونسبور وتجيب وغير تجيبها يعني تسدي النص ديالك وضيع. وحنا كنعرفو الخيش والمشاكل ديال الخيش، ضروري من 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 الوساخ، ضروري من الفيران، ضروري خا داوي، وحتى داك الدواء اللي كتعود داوي وتعود ريس يعني يقدر الله يكثر الخيش وتعود تعاطي حتى القدر ديالك او اللون ديالك وتعود المشاكل. اللهم الطريقة راه صعيبة يا اخواني، وغادي تحتاج منها مزيان وكان الناس اللي راه تشوفوها والله فيك يعني حتى اللي ما عندوش الامكانيات باش يطيبها ولا ما كيعرفش ليها ما غيخرجش فيها فوماج مزيان وما غيخرجش فيها كاليتي مزيانة. من الأحسن يجي يشريها واقفة ويطحن عليه الضو ويديرها بطريقة عنده في الضيعة، وراه غادي تكون عنده نتيجة مزيانة ومزيانة بزاف. وكنتمنى يعجبكم الفيديو وتعجبكم هاد النصيحة ديالكم، وما تنساوش ما تنساونيش بواحد البارطاج بواحد اللايك وبواحد ابوني تشجيع اختكم زينب. ان شاء الله راه غنقلو فيكم فيديوهات كل مرة يعني على اي حاجة اي جديد، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هادشي اللي كندير. وتبارك الله عليكم اخوتي، وما تنساوش ما تنساوش الزنوبة. لا لا يخطيكم عليا، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف.